ملاعب القرب اولا هذه اصبحت واحد الهاجس يقود مضجع جامعه الدار البيضاء. هذا جينا لقيناه من التركه والمخلفات. فما يغلبناش موضوع ملاعب القرب باش ندبروه بطريقه اللي هي تضمن واحد التدبير ناجح، واحد التدبير اللي هو فيه نوع من القانونيه وفيه نوع من المصداقيه. اذا الأوان أن جماعة الدار البيضاء ممثل في المكتب المسير والمجلس على الأقل يعقد ندوة الرؤساء لمدرسة هذا الموضوع الشائك، على الأقل يدير واحد يوم دراسي أو مناظرة أو ندوة في هذا الإطار. هذا يعني علاش هناك إكراهات، علاش هناك عراقيل لتنفيذ الرؤية والتصور ديال أغلب المقاطعات ومجلس مدينة الدار البيضاء. إذا نحن باش نكونوا واضحين، هذه الملاعب ديال القرب هي في ملك جامعة الدار البيضاء. إذا لا كانت شي خدمة تقدم للناشئ أو الساكنة ديال الساكنة البيضاوية هما هذه الملاعب القرب. فخدمة اللي هي قريبة منهم خصهم يتمكنوا منها، خصهم يستافدوا منها. إذا علاش حنايا دايرين واحد العوائق؟ وهاد العوائق كونوا بصريح العبارة هي عوائق جمعوية. هناك ناس اللي اغتنوا من هاد الملاعب، هناك ناس اللي كيعتبروا هاد الملاعب هي حق ماشي امتياز. فآن الأوان لحل حالة هاد الملف وتفكيكه والتطبيق القانون فيه. القانون اللي خصو يطبق، شي حاجه اخرى راه حنا ما كنهضروش عليها. اذا امر عادي انه يتعاود يطرح لانه اشكال في التدبير خصو يتم تداركه هو معالجته في اقرب الاوقات. الكراء يتم عبر وسطاء لخارج مدينه الدار، اما هو اما المجانيه اما يكون مقرر جماعي اللي فيه خص جماعه الدار البيضاء تصدروا، ولا كانت صادره تطبقوا. فهمتي اللي بغى يلعب خصو يخلص وخلص المكسب ديال المداخيل ديال الجبايه ديال كل مقاطعه ويمشي يدير. ما انه نفوته على طبق من ذهب لجمعيات تستفيد منه وتغتني من وراء بعض افراد يغتنون من ورائه، وفي الاخر كان نورثوا اما المشاكل والصداعات والاحتجاجات، او اننا كنورثوا واحد الملعب اللي كيخسر وكيبقاش صالح لاي حاجه وكتزيدوا عليه هذه الجمعيات. فآن الاوان باش نفكروا بصوت عالي باش نديروا تدبير جديد. علاش لا جماعه الدار البيضاء تتكلف حد ودير لي واحد برنامج زمني محدد ويكون موظفين من الجماعه، ولا تحصل شي حاجه فيها هذا الاطار ديال الاداءات اللي كنا غنديروه المجانيه خص تكون فيها اجراءات اللي هي واضحه. علاش لا؟ يعني شيء بسيط. يعني حنا باش نديروا الخواطر، باش نديروا الترضيات، باش كاين احتجاجات معينه باش نسكتوا الناس نديروا، لا سمح لي هذا الشيء ما مقبولش في بلد في تدبير الجماعات الديمقراطيه واللي كتروم التنميه المحليه. انا كنهضر على ملعب القرب ديال جماعه الدار البيضاء. ملعب القرب اللي خارج جماعه الدار البيضاء عندها شغلاتها وعندها طريقه التدبير ديالها. انا كنتكلم على جماعه الدار البيضاء خاصها دير حل فوري وجذري لهذ الاشكاليه وهذ المعضله المطروحه سميتها ملعب القرب. شكون واضحين، والا راه كنعرضوا وليداتنا للخطر. راه كاين المخدرات، كاين الانحراف، كاين الجريمه، كاين الارهاب، كاين شحال من حاجه. علاش؟ لان هذوك القوه اللي عند الشباب ديالنا ما لقوش يفرغوها، باقي يمشي الحوايج اخرين اللي للاسف سلبيه وغير صالحه للبلاد ديالنا.